قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هل ترون إثبات صفة السكون لله تعالى وقد أثبتها بعض السلف واستدلوا بأحاديث كثيرة منها وما سكت عنه فهو عفو الحديث؟ نعم، الذي يظهر أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالسكوت سكوتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى لكثرة الأحاديث أو لأن الأحاديث بمجموعها صالحة للحجية، والله المستعان. نعم.